الحاجات برضو اللي مش تضايقك، اللي يعني تترمي في كده في الاعلام في وقت على طول. لسه هو فاضله سنتين اساسا. يعني حته ان انت تستعجل على تمديد العقد تقصد ماشي، في بعض الاوقات يكون مطلوب، لكن لو في اوقات تانية ممكن تتاخر الموضوع شويه. فهو لسه وليد فاضله سنتين، لسه فاضله سنتين طبعا. طب هل جاله اي عروض وليد في بداية السنة اللي فاتت؟ في بداية السنة اللي فاتت كان فيه، لكن الفترة الزمنية اللي أنا فيها ديت لا، ما حصلش، لا ما جاليش حاجة رسمية يعني. وبالتالي هو مكمل، مكمل اهو. طيب التذبذب في مستوى وليد أزارو من وجهة نظرك ليه؟ وليد أزارو برضو، وليد أزارو في بداية مجيئه لو تفتكر كان نفس الفترة، نفس الطريقة ديت، وبعد كده كان هداف التاريخي الأفريقي صح في الدوري، أوكي؟ مفيش مشكلة كلابيو. بيروح كتير وليد، بيحاول كتير، روحه عالية جدا جدا، تمام؟ برضو أميل لحتة الاجواء بتاعت التنافسيه، تمام؟ في فرق جامد جدا جدا من ان انت يبقى فيه ارتياحيه وانت بتلعب، وعدم يعني ايه ضغوط يا اسلام؟ انا بحطك تحت ضغط حسابي، لو خسرت نقطه، لو خسرت اثنين، لو خسرت ثلاثه، لو ضيعت الفرصه دي ضغوط، تمام؟ بيبقى فيه نوع من التركيز على بعض النقاط اللي انت يعني سلبيه عندك ولا حاجه، فانا واخد بالي منها، فانت بتتاثر، دي ضغوط، تمام؟ فالحسابات اللي دخل بيها وليد حتى لما رجع من الاصابه بعد مباراه بيراميدز لو تتخيل، يعني كانت حسابات كلها حسابات تنافسيه شديده جدا. فانت مش عايز يبقى في الفرصه بحساب التقدم بحساب، ممكن يبقى عمل له نوع من الفتره ديت يعني التوفيق ما كانش حليفه، لكن عنصر مهم طبعا بالتاكيد معانا يعني. طيب ناس كتيره بتتكلم عن مؤمن زكريا برضو، عايزين نعرف قصة مؤمن زكريا.